روي ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي قال إن اللاعب المصري يشبه البرازيلي وأحلم بذهبية أولمبياد باريس، نتمنى له كل التوفيق. حبيبة حسن تعود إلى فريق سيدات السلة. قال كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لسيدات سلة الأهلي بقيادة كابتن طارق خيري قرر عودة اللاعبة حبيبة حسن إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. ايضا خيري يصعد جايدة ونرمين لفريق سيدات السله. زي ما قلت لحضراتكم هناك تحرك في كل الملفات في كل الالعاب، الحقيقه مش في كره القدم فقط ولكن كل الالعاب. ان شاء الله ان شاء الله سنه تكون جيده للنادي الاهلي في كل الالعاب وليس في كره القدم فقط. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي.